عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأن نوفيكم بأسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020. أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020، سعر الشقة 120 متر في دمياط 850 ألف جنيه، سعر الشقة 105 متر في دمياط 605 ألف جنيه، سعر الشقة 106 متر مدينة أكتوبر الجديدة 676 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة أكتوبر الجديدة 733 جنيه، سعر الشقة 106 متر في القاهرة الجديدة 811 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة القاهرة الجديدة 880 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في مدينة القاهرة الجديدة 1,124 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة العبور الجديدة 698 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في مدينة العبور الجديدة 890 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في بدر 572 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في بدر 767 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة المنصورة الجديدة 790 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة الأكتوبر 790 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في أكتوبر 893 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة العاشر من رمضان 615 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في مدينة العاشر من رمضان 695 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في السادات 659 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في مدينة 15 مايو 831 ألف جنيه، سعر الشقة 115 متر في مدينة برج العرب الجديدة 578 ألف جنيه، سعر الشقة 130 متر في مدينة برج العرب الجديدة 653 ألف جنيه. تفاصيل كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020: لا يقل السن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، يمنع على المتقدم شراء الوحدات نقدا، يلتزم بالتعاقد بالسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، أن يكون المتقدم من محدود الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي عن 68500 جنيه للأسرة و 50400 جنيه للفرد، إرفاق جميع مستندات الدخل المطلوبة عند التقديم حتى لا يتم إلغاء الحجز. مستند داخل يفيد بأن الدخل المذكور هو صافي الدخل، يجب ألا يقل الحد الأدنى لصافي الدخل شهريا عن 1300 جنيه مصرية. لا يجوز للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية من المدن والمحافظات الجديدة. إقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له تخصص أي وحدة سكنية، إقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له تخصص أي قطعة أرض سكنية، ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة. يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق. يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدات دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا، ورايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.